السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. يا ربي نهدي لكم هاد الوريضات الزوينين. الى عقلتوا هاد البوكي ديال الورد كان عندي شحال هادي، راه جايه قريب العامه مني كملت منه واحد السيمانه في الدار. خديتهم علقتهم في البالكون عرش عرش عرش، وخليتهم واحد السيمانه كان البرد اون بلوس، وشوفوا كيفاش ولاوها وباقي عندي لدابا، لانه ورد زوين بحال المبرة. وشوف كيفاش باقي شاد من داك الشرف. ودابا جيت معاكم بهاد الماكله ديال السرعه تاني، اللي ما كيبغيش الكورجيت يدير لها هكا ما تبانش. دونك عندي واحد القرعه وحده بصيله، فروماج غابي، فرينه، البيض، وهنا عندي الزعتر والملحه والبزار والحليب، وعندي حتى الخميره الكيماويه جبتها. المهم كتشدي هذيك القرعه تحكيها وديري فيها شويه ديال الملح وتخليها تسنى واحد 10 دقائق. تخلطي ديك الملح وصافي، تخليها على جنب كتسنى حتى نكملوا شنو غنديروا. دونك هنا غنديروا جوج البيضات، نحرك نحرك نخلط نخلط ونحرك نحرك حتى يتبدل لهم اللون ديالهم شويه، ونزيد عليهم 300 مليلتر ديال الحليب. المهم كلشي مكتوب لتحت، راه كاتكتب ليا دابا هبه بالعربيه، خصني غنلصقهم هبه كاطو صديقتي المقربه. وكنزيد عليهم 200 غرام ديال فارينة، كنخلط نخلط، ومن بعد مني كيتخلط كل شي مزيان كنشد هذيك القرعه كنبدا نعصر فيها. شوفوا شحال ديال الميوهات كتخرج منها. وانتوكا كنسلم عليكم كاملين وكنشكركم بزاف. هي هذيك ثاني ديال الريحه، كل مره دير بش تخلعني. شفتوا شحال ديال الماء، التوام تسنط لك البارح، باقا شويه عيانه ان شاء الله تكوني بخير وعلى خير. سميره واخا عليك درتي العرض ما علمتينيش. من بعد كنجيب ديك البصيله اللي حكيتها، اني كنتحدث معاكم، وكندير هنا معلقه ديال الخميره. دونك شوفوا انا داير واحد المعلقه هكا ديك ديال السير، ولا عقلتوا عليها باش كتجيب داكشي هو هذاك. من بعد غادي ندير البزار والملح والزعتر، البزار يعني فلفل اسود. وهذا شويه ديال القزبر معدنوس، انا دايره في كونجيلاتور كما العاده، ندير شويه. والفخوماج هذا هذاك ديال التراكا راه حكيت منه واحد 100 غرام. ودابا كنخلط كلشي ساهله ماهله، وما يفيقوش بها باللي راهي القرعه. ما يفيقوش بها حيت سبحان الله كاين اللي ما كيبغيش القرعه. صافي غير كتخلطيها، ما تخمر ما والو، غير كتخلطي وكتمشي توجدي المقله، كدير فيها غير شويه ديال الزيت، شويه ماشي بزاف، فوالا كدهني المقله انت تسخن مزيان تتكبي عليها. بغيتي ديريهم صغار، بغيتي ديري خبيزه كيما بغيتي. فحال دابا هنا درت وحده صغيره على حساب بنتي،
ما تاكلش بزاف، تتغطيها. العافية مهيلة، النار يعني مهيلة، ومن بعد تقلبيها واحد 5 دقائق. صافي، ها هي طابت، نديرها في التبصيل في الصحن. انا كنمشي ديما لهذاك الغاز اللي لهيب باش كيشد ليا في الكاميرا مزيان. ودابا غنزيدو الثانيه اللي بقات، هذه كبيره فيها الولد ما شاء الله مع السبور وهو عزيز عليه القرعه. الولاد ما عندناش معاهم مشاكل. فوالا، كنخليها حتى هي نغطيها، نخليها واحد 10 دقائق. صافي، كنقلبها 5 دقائق. شفتوا راهي ناشفه، يعني ما كاينش الزيت بزاف، ما كاين والو. ايوا 5 دقائق حتى هي وصافي، يعني القضيه ما تديش لينا بزاف. علي سوسنا لاطاك. صافي، دابا ها هما يتصاوبوا، ومن بعد تتقطعي هانتي. ها هما احنا مزويناتهم. بنتي قالت لي واش درتي فيها الخيار؟ جات الريحه البنه. قلت لها الخيار ولينا نديروه في مبغيتش نقول اش فيها، المهم كلاتها. ونتمنى تكون عجباتكم وبالصحة والراحة، وشوفوا شحال زوينة وسهلة. يلا على بركة الله، وإن شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير أصحاباتي. يعني بركة كنتفرج فيديوهاتكم وكنتعلم وكنقول كل شيء كاين. إبونا بيتي.